يقول: ما حكم قص الشعر من الأمام للمرأة بغرض الزينة وليس تشبه بالكافرات وجزاكم الله خيرا؟ المرأة توفر شعرها كله ولا تقص منه شيء، لا من الأمام ولا من أي جهة، بل توفره لأنه جمالها. وقالها أنه ما فيه تشبه ما هو بصحيح، أن ما جاءنا الموضات هذه إلا من الخارج، فهو تشبه على كل حال، لأن ما كان عادة المسلمين قص الشعر، قص النساء لشعر الرأس، ما كان هذا من عادة المسلمين، حتى وفدت علينا عوائد الكفار فقلدها بعض المسلمين رجالا ونساء، هذا تشبه. نعم.